السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين البنات؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك مرحبا بكم معنا في لايف جديد. معكم مجوهرة أميرة، كنتواجدوا في مدينة سطات بالضبط في الزنقة الذهبية رقم 61. قدرتوا تجيو عندنا المحل مرحبا بكم، ما قدرتوش راه كنديروا لكم لا ليفريزون في اي بلاصة كنتو في المغرب. دونك مرحبا بكم، وكنتمنى ديروا بارطاج مع اي واحد عندكم انتريسي بالذهب باش حتى هما يشوفوا معنا اللايف ديال اليوم. وإلى عندكم اي تساؤل خليو ليا في لي كومونتير، راه كنقرا لي كومونتير ديالكم ونجاوبكم. دونك نبداو باول حاجه هي لي غورميت. نوريكم دي غورميت اللي تقدروا تلبسوهم ديما في الاستعمال اليومي، تخليوهم في يديكم راه كيبقاو عندكم مزيانين وصحاح. دونك نبداو بهذه هي الاولى. شوفوا ليا البنات هاد لا غورميت هادي شحال كتجي زوينه. دونك راه كتجي فيها هنايا السنسله ديال الحصيره كيف ما شفتوا، وعرف هنايا السنسله ديال الحصيره، وهنا كيجي فيها هذا الموتيف هذا الضير مسيرتيه بحجيرات، كتجي سامبل وزوينه. فوالا البنات هنايا باش تشوفوا اللور ديالها كيف داير، وكتجي فيها هنا عوينات فين تقدروا تسدوا على حساب القياس ديالكم. دونك كتاجيستا شحال غرام بالنسبه لعصير الصابون. اختي سميره بالنسبه لعصير الصابون كيتحسب دابا 600 درهم للغرام. فوالا دونك بالنسبه للثمن ديال هاد لا غورميت دايره 3000 درهم، 3000 درهم. دونك 3000 درهم الثمن ديال هاد لا غورميت، كيف قلت لكم راه كتجي صحيحه وزوينه تلبسوها للاستعمال اليومي. ثاني غورميت هي هادي ديال لي بول، دونك راه تكونوا عارفينها بيان سور. كيجيو فيها ثلاثه ديال اللوينات، فيها الابيض والصفر والغوز ولا البرونز. فوالا دونك هادو كاملين راهم دي بول ماشي حجيرات البنات، دي بول ديال الذهب كتجي زوينه البنات اللي ما كيعجبهمش داكشي طرو شارجي في الايد. وكاين مازال اللي كتكون مثلا كامله صفراء ولا كامله بيضاء ولا كامله في الغوز، وكاينه هادي اللي كيكونوا مجموعين فيها ثلاثه ديال اللوينات. دايره 2400 درهم، 2400 درهم دايره هاد لا غورميت. دونك ثالث غورميت هي هادي ديال جاكوار. فوالا اختي ساره السلام عليكم. السلام مرحبا. دونك بالنسبه لهاد لا غورميت ديال جاكوار كيف ما شفتوا راه فيها هنايا جوج ديال الريوس. فوالا كيجيو مسيرتين بحجيرات، وهنا في العوينات فيهم اللون ديال اللون الخضر. الغورميت ديالها كتجي على هاد الشكل هذا. اختي مالك دابا بالنسبه للغرام 600 درهم، 600 درهم الغرام. فوالا الغورميت ديالها راه كتجي غليظه وصحيحه كيف ما كتشوفوا، وهنا فيها عوينات حتى هي كتقدروا تسدوا على حساب القياس ديال ايديكم. فوالا نحاول نلبسها لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. فوالا دونك بالنسبه للثمن ديالها نشوف لكم. دايره 4800 درهم، 4800 درهم الثمن ديال هاد لا غومي. الى عجبكم اي ارتيكل البنات ديروا لي غير سكرين وخليو لنا ميساج في بريفي، يعني الا باش تعرفوا عليه اي حاجه راه كنجاوبوكم، سواء الطول ولا الكراماج ولا حتى الثمن راه كنتقادو. دونك كاين هاد لا غورميت هادي ديال فان كليف كيفما كتشوفوا، كيجيو فيها خمسه ديال لي موتيف على هاد الشكل ومضوبله، يعني هاد لي موتيف ديال فان كليف راهم عامرين. فوالا كيفما كتشوفوا كتجي حتى هي صحيحه وزوينه، فيها هنا السنسله ديال الشوبار مويان، وحتى هنا فيها هاد العوينات هادو فين تقدروا تسدوا. وبالنسبه لهاد السناسل ديال الشوبار راه تقدروا يعني تسدوا حتى في هاد البلايص هادو، حيت العوينات ديال الشوبار كيكونوا كبار، يعني حتى القياس ديالها صغير يديها البونيه ديالها صغيره راه تجيها. وبالنسبه للثمن ديالها دايره 6800 درهم، 6800 درهم الثمن ديالها، ولكن راه شي حاجه اللي ثقيله وصحيحه حتى لي موتيف راهم مضوبلين. سوطوار صراحه دابا ما موجداش لي سوطوار، خلي ليا ميساج في بريفي ونوريك لي موديل اللي عندنا. هدى البري قلت لك 6800 درهم، ياك البري ديال غورميت فان كليف 6800 درهم دايره. دونك كاينه هاد لا غورميت هادي ديال غافينيتي، فوالا كتجي على هاد الشكل حتى هي، كتجي فيها حتى هي هنا السنسله ديال الحصيره
رقيقه ما كتجيش غليظه بزاف. فوالا الغورمه ديال الغافينس راه كتكون معروفه، كيجيو فيه هنايا هاد الحجرات مسيرتيه لداخل، وهنا مكتوبه فيها غافينيتي. وبالنسبه للثمن ديالها دايره 2600 درهم، 2600 درهم الثمن ديال هاد لاغور. اختي مريم قلت لي السلام شي خاتم جاكوار، كاين هذا اللي لابسه دابا في صبعي كيجي على هذا الشكل مشبك وفيه جوج ديال الريوسه. كاين بزاف ديال لي موديل ديال جاكوار، كاين حتى هذا الكبير، وكاين المويان حتى هو. دونك على حساب انت الموديل اللي بغيتي كله وكيفاش يعني كيكون الشكل ديالو والثمن ديالو. دونك كاينين لي موديل ديال خواتم جاكوار. نكملوا في لي غورمات، كاينه هذه حتى هي كتجي فيها السلسله ديال الحصيره، حتى هي اغلبيه ديال لي غورمات اللي وريتكم فيهم سلسله الحصيره، ولكن راه كتجي صحيحه وبخاتيك. فوالا هنا كيجي فيها هذا الموتيف هذا في البيض، فوالا كيف ما شفتوا راه في البيض، وهنايا السنيسله في الصفر، يعني كيجيو فيها جوج اللوينات كتجي زوينه ومختلفه. فوالا كيجيو فيها بحال لي بول، نحاول نلبسها لكم باش تشوفوها، كتكون بحال دمي براسلي من القدام. وهنا غورمان نشوف لكم الثمن ديالها حتى هي. دونك هي دايره 3800 درهم، 3800 درهم، 3800 درهم الثمن ديالها. فوالا وكاينه هاد لاغورمات هادي كتجي فيها هنايا عين، الحجره ديالها في الخضر، كاينه حتى الحجره في الزرق، كتجي فيها هنا السلسله ديال الشوبار غليظه، ولا راه تكون باينه ليكم في الفيديو، كتجي زوينه حتى هي. نحاول نلبسها ليكم. فوالا راه صحيحه البنات ما كتبوهم بيش، سوا هاد العوينه سوا السنيسله صحيحه. وبالنسبه للثمن ديالها دايره 2600 درهم، 2600 درهم، 2600 درهم الثمن ديال هاد لاغومي. فوالا وهاد الكورميت هاد اللي نوريكم دابا صراحه غليظه شويه، هادي ديال تيفاني، غورميت تيفاني، هادي الغليظه حيت كاينه لي مويان وكاينه لي رق منها، دونك هادي راه فريمون كتجي ثقيله في الميزان البنات. السداده ديالها كتجي على هاد الشكل هذا، قلبتها على هاد الشكل، شوفوا ليا كتجي هنا بحال القفل. فوالا فينيسيون صراحه ما عندي ما نقول فيها، موديل زوين بزاف وفيني مزيان، ما فيهاش كاع الحجر، راه كتجي سامبل. اختي كوثر شحال؟ مرحبا انا نشوف لك. بالنسبه للثمن ديالها دايره 17000 درهم، 17000 درهم الثمن ديال هاد لاغورمات، ولكن كيف قلت لكم راه ثقيله، راه فايته 20 غرام. ولا بغيتو رقم منها كيف قلت لكم راه كاين. دونك ندوزو دابا للسنيسلات، هادو لي غورميت هما اللي وريتكم دابا، راه كاين بزاف ديال الشوا البنات في لي غورميت، انا كنحاول نوريكم غير شويه. دونك الا بغيتو دي موديل كثر خليو لنا ميساج في البريفي. دابا ندوز لكم للسنيسلات باش تشوفوهم حتى هما، واول سلسله هي هادي ديال الفان كليف. فوالا صراحه موديل كيجيني انا عمرو يدي موضه، موديل زوين ديال الفان كليف، فوالا كامله ذهب ما فيهاش كاع الحجر، ما فيهاش الناكر، لي موتيف ديالها راه كيجيو مدوبلين. فوالا كيف ما كتشوفوا كتجي فيها سنيسله ديال الشوبار، وفيه هنايا خمسه ديال لي موتيف كيجيو دايرين على العنق. فوالا وبالنسبه للثمن ديالها دايره 11200 درهم، 11200 درهم الثمن ديالها. فوالا حتى هي راه ثقيله في الميزان، ماشي شي حاجه اللي خفيفه. وثاني سلسله حتى هي ديال الفان كليف، غير هذه فيها حجرات في الكحل وفيها ثلاثه ديال لي موتيف ديال الفان كليف،
شوفوا لي حتى هي شحال كتجي زوينه، هما حتى كيتلبسوا عاد كيبانوا في العنق. انا كنحاول نوريكم غير لي ديتاي ديالهم. فوالا لي موتيف ديال فان كليف ما كيجيوش كبار بزاف بارابور لهاد لي موتيف هادو كيف ما كتشوفوا، دونك كتجي زوينه وحلوه في اللبسه. لبنى اختي كاين خاتم كارتي والثمن، بالنسبه لخاتم كارتي كاينين هما كيبداو من 1900 درهم، ولكن اللي انا جايبه دابا في اللايف هو هذا. صراحه كيجي غليظ شويه، فيه فيس حجيره. انا نشوف لك الثمن ديالو، هما نورمالمون كيبداو من 1900 درهم على حساب العرض ديال الكارتي اللي بغيتي. دونك هذا اللي وريتك دابا داير 3300 درهم، 3300 درهم، 3300 درهم الثمن ديال هذا الكارتي. هذا كيجي عريض شويه. الثمن ديال لونسومبل اللي على اليسر هذا ديال رويال داير 29600 درهم، نبقى معايا حتى الاخر ونوريه لك مزيان. الثمن ديالو داير 29600 درهم. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد السنيسله هادي ديال الفان كليف، شوف ليكم دونك هادي دايره 4000 درهم، 4000 درهم، 4000 درهم الثمن ديال هاد السنيسله هادي. نوريكم سنيسله اخرى. دونك كاينه هادي ديال تيفاني، فوالا لي تيفاني ديالها ما كيجيوش غلاط، كيجيو عاديين. فوالا كتجي كامله يعني كولي كامل دير تيفاني دير على العنق، كيجي زوين حتى هو. دونك فوالا باش تشوفوها مزيان، ما كتجيش طويله بزاف، دونك كتجي ستوندار تقريبا 40 42 سنتيم في الطول ديالها، حتى هي كتبغي تجي ملبوسه دايره على العنق. دونك دايره 8300 درهم، 8300 درهم الثمن ديال هاد الكولي. فوالا شحال فيه من غرام لونسومبل غوايال الله يحفظك؟ بالنسبه لهاد لونسومبل ديال غوايال ما عنديش دابا الكغراماج، عندي غير الثمن، خلي لي ميساج في بريفو نعطيك الكغراماج ديالو. نوريكم سنيسله اخرى، كاين هاد الموديل هذا واش هذا اللي على اليمين موديل قديم؟ لا واش هذا الموديل هذا ما فهمتش زعما شنو موديل قديم، واش زعما دوزيام مان؟ الا كنتي كتعني زعما قديم دوزيام مان، لا صراحه كنبيعو غير جديد. دونك فوالا بالنسبه للسنيسله هذه حتى هي شوفوا لي كيفاش كتجي، فيها هذا الموتيف هذا كيجي كامل مسرتيه بحجيرات. فوالا الحجيرات ديالو راه كيجيو مسرتيين مزيان، البنات ما تخافوش منه. هادشي غزال تبارك الله، ربي يخليك اختي دنيا الله يكبر بيك. والسنيسله اللي فيها راه حتى هي كتجي غليظه، شوفوا لي الموديل ديالها كتجي باينه في العنق. فوالا وبالنسبه للثمن ديالها شحال ثمن الغرام دابا؟ 600 درهم الغرام. بالنسبه لهذه دايره 10800 درهم، 10800 درهم الثمن ديال هذه السنيسله. كاينه هذه السنيسله هذه ديال لويز، ولكن لويز 18 كاره ديال الموديل، ماشي ديال ماشي زعما لويزة حره، لويزة ديال الموديل 18 كاره. فوالا شوفوا لي الشكل ديالها شحال كيجي زوين، كتجي هنا على شكل شميشه، فيها هنايا هذا الفروج اللور كتجي سامبل بحال هكا. فوالا كنتو حاطين حلقه ديال الجوار 3800 درهم، واش باقي؟ الله يخليك وتبارك الله عليكم. اختي زينب ما عنديش فكره الصراحه، حاولي تخلي لي ميساج في البريفي الا كان عندك شي تصويره ديالهم، سينو خلي لي غير ميساج في البريفي ونشوف لك لي بوكل ديال الجاكوار اللي عندنا ونصورهم لك. ما عرفتش الصراحه على اشمن وحدين بالضبط داو. فوالا دونك حتى هو السنيسله اللي كتجي فيه تقريبا بحال السنيسله اللي وريتكم قبل، راه كتجي غليظه وزوينه، كتجي مع التعالق اللي كيكونوا كبار شويه. حوالق فان كليف بشحال؟ صراحه دابا ما مجداهمش، ولكن تقريبا كيبداو من 3500 درهم،
على حساب حيت فيهم البنك لي صغيره فيهم الموايل وفيهم الكبير. خلي لي حتى انت اختي دوني ميساج في بريفي ونشوف ليك لي بوك البنك لي. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد السلسله ديال لويز ديال 9200 درهم، 9200 درهم الثمن ديالها. دونك كتجي هنايا الكادغ داير بحجيرات فوالا، والباقي راه كامل كيجي سان. وكاينه هاد السنيسله هادي حتى هي ديال الخريشات، شوفوا لي الموديل ديالها شنو كيجي زوين. دونك السنيسله اللي فيها ديال الشوبار غليظه فوالا، فيها هنايا هاد الخريشات هادو كيجيو صحاح ما كيبومبيوش. كيجيو هاد الخريشات هادو دايرين على العنق كاملين، كتجي زوينه في اللبسه. تجيو لابسينها يعني مع شي سلسله اخرى بحال هكا كتجي طويله يعني كتجي زوينه. وبالنسبه للثمن ديالها ندير 4600 درهم الثمن ديال هاد لاشين. كنسولك ما كتجاوبينيش اختي كوثر على الكراماج، راه جاوبتك قلت لك ما عنديش دابا الكراماج ديال، عندي غير الثمن. خلي لي ميساج في البريفي ونعبروا لك نشوف لك شحال الغرام ونعطيك الكراماج ديالو، اما دابا ما عنديش الصراحه. دونك ندوز لكم دابا البنات الخويسمات نوريكم الخواتم. اول خاتم هو هذا اللي لابسه في ايدي ديال الجاكوار، كنت وريته للبنت فوالا كيفاش كيجي. فيه هنايا جوج طريوسه ديال الجاكوار، فيه هنايا الحجرات في الخضر اللي كيجيو في العينين فوالا، كيجي زوين وصحيح، راه كيجي مشبك ومضوبل. انا نحاول نوريكم الداخل ديالو باش تشوفوا، راه مخدوم مضوبل وصحيح وكيجي زوين في اللبسه فوالا. بالنسبه للثمن ديالو دونك هذا ديال 3000 درهم، 3000 درهم، 3000 درهم الثمن ديال هذا الخاتم ديال الجاكو. اوكي شكرا على جوابك. مرحبا اختي كوثر، راه تقول 13 غرام بشحال دابا الغرام 600 درهم، يعني 13 ضربيها في 600 راه غادي يعطيك الثمن. والخاتم الثاني هو هذا اللي لابسه في ايدي هنا، دونك هذا كيجي كروازي، موديل كروازي هو اللي كان خارج هذا العام ديال 2023 فوالا. كيجيو فيه جوج تلوينات، هنا كيجي فيه الغوز وهنا كيجي فيه الخضر، نحاول نحيدو باش تشوفوه مزيان فوالا. كيجي كروازي، كيجي صحيح ماشي شي حاجه اللي كتبون بيه، يعني تقدروا تلبسوه للاستعمال اليومي. بالنسبه للثمن ديالو دير 2400 درهم الثمن ديال هذا الخاتم فوالا. نوريكم خاتم اخر، كاين هذا الشكل هذا فوالا، كيجيو فيه هنايا الموديل اللي مشبك وهنايا موديل ديال كلو، يعني فيه جوج ديال لي موديل، كيجي كبير يعني عاطل العين. انا نحاول نلبسو لكم باش تشوفو فوالا، انا جاني كبير شويه في ايد اللي عامره شويه، راه يجي هو هذاك. هو كيكونوا فيه لي طاي يعني اللي بغى الطاي ديالها راه كيكون. شوفوا لي الموديل ديالو شحال زوين، ما فيهش كاع الحجر، البنات اللي ما كيعجبهمش الحجر هذا راه سامبل من الداخل ما مضوبلش كيف ما كتشوفوا، ولكن راه صحيح فوالا. اختي حفيظه لا صراحه ما عندناش سلسله ديال نيسكافي، زعما ديال الكافي بغيتي تقولي، ديال الكافيه ما عندناش صراحه في الذهب. بالنسبه للثمن ديال هذا الخاتم دير 3900 درهم، 3900 درهم الثمن ديالو. والخاتم الاخر هو هذا ديال كارتييه، كتجي فيه هنايا حجيره وهنا فيس، دونك كيبقى غادي فيس حجيره، كيجي مضوبل من الداخل فوالو. حتى هنا راه كيجي عريض يعني راه كيجي باين في اللبسه فوالو. وبالنسبه للثمن ديالو انا نشوف لكم، دونك دير 3300 درهم، 3300 درهم الثمن ديال هذا الخاتم كارتي فوالا. كيجي عريض وزوين. الخاتم الاخر اللي نوريكم هو هذا ديال شانيل فوالا، كتجي فيه هنايا الموديل ديال شانيل، وكيجي كامل مسيرتيه بحجيرات من الفوق
ومن اللور راه سامبل على هذا الشكل. تيمو بشحال لونسومبل؟ لا لا صافي. بالنسبه لهذا لونسومبل دير 29600 درهم. سلام اختي، شكرا على حسن المعامله، والله كنتعامل معاكم بحال ميمها. ربي يخليك اختي نعيمه، ربي يخليك، الله يكبر بيك على هذا الكلام الزوين. دونك بالنسبه لهذا الخويتم ديال شانيل، نوريكم الداخل ديالو كيف داير. راه كيجي صحيح البنات، راه يكون باين ليكم، يعني ماشي شي حاجه اللي رقيقه. فوالا شوفوا هنا كيفاش كيجي في اللبسه. وبالنسبه للثمن ديالو ديال 4200 درهم، 4200 درهم، 4200 درهم الثمن ديال هذا الخاتم. كاين هذا الشكل هذا حتى هو، شوفوا لي الموديل ديالو شحال زوين، كيجي على شكل لوزه. فوالا، وهنا في هاد لي ديمونسيون هادو كيبقاو غادي وكيكبر. الشكل ديالو مختلف صراحه، يعني ما تلقاوش بزاف لابسين بحالو. فوالا كيجي مساتيه بحجيرات من هنا من الفوق، وهنا لداخل راه فيه الابيض، هنايا الوسط فيه الابيض، وهنا فيه الصفر، يعني راه مجموعين فيه جوج اللوينات. فوالا نعطيكم الثمن ديالو حتى هو، دير 2800 درهم الثمن ديال هذا الخاتم. هذا كيجي صحيح وتلبسه لديما حتى. كاين هذا الخاتم حتى هو ديال جلوي، فوالا موديل ديال جلوي راكم عارفينو، هذا في شكل اخر، كيجي مسيرتي بحجيرات. نحاول نلبسو ليكم. فوالا شوفوا الشكل ديالو شحال كيجي زوين، من هنا سامبل ومن القدام كامل كيجي مسيرتي بحجيرات. الثمن ديالو دير 2700 درهم، 2700 درهم، 2700 درهم الثمن ديالو. بالنسبه للخويت مثلا البنات، راه كناخذوا معكم القياس ديالكم، يعني ما تخافوش من القياس، فاش كتخليو لنا ميساج في بريفي على لاباك اللي عاجبكم كناخذوا معكم القياس وكنقولوا لكم واش كاين ولا لا، ولا ما كانش وكان كيتصايب سو كوموند راه كنصايبوه لكم في القياس ديالكم. نوريكم اخر خاتم هو هذا، شوفوا لي الشكل ديالو حتى هو شحال كيجي زوين. فوالا كيجي عريض من الجناب، من القدام راه كيجي كامل مساتيه بحجيرات. نلبسو لكم باش تشوفوا، كيجي زوين وراقي الصراحه، الحجيرات راه مساتيين مزيان. وبالنسبه للثمن ديالو دار 3200 درهم، 3200 درهم، 3200 درهم الثمن ديالو. وكاين هاد لاباك هذا هو الاخر سيتو، هذا ديال جاكوار كيف ما كتشوفوا، الموديل الكبير ديال جاكوار. فوالا راه كيجي مشبك كامل ومدوبل. فوالا في هنايا هاد الحجيرات هادو ديال العينين، سينو راه كيبقى كامل سام. فوالا انا صراحه كبير عليا كيف ما شفتو، يعني كيبغي ادامره شويه، وفيه القياسات. فوالا بالنسبه للثمن ديالو دير 7400 درهم، 7400 درهم الثمن ديال هاد الخاتم ديال جاكوار. فوالا كيفاش كيجي، يعني راه صحيح، واخا يبان لكم مشبك البنات ولكن راه صحيح وثقيل، راه يبان لكم غير من الثمن راه وازن. دونك نوريكم لي زونسومبل اللي قدامي. كاين هذا ديال غويال، فوالا شوفوا لي الشكل ديالو شحال كيجي زوين. بالنسبه للسنيسله راه كتكون يعني غليظه غدا وكترقاق كيف ما كتشوفوا، كتكون عريضه من القدام غدا وكترقاق بحال الشكل ديال الراد. فوالا السداده ديالها كتجي على هذا الشكل، وما كتجيش طويله بزاف، يعني حتى هي كتجي ملبوسه دايره على العنق بحال الشكل ديال الرادكو. حتى هي الخاتم ديالها كيجي على هذا الشكل. كاين هذا الموديل هذا، وكاين اللي كيكون كامل داير بحال هكا بهذا الموديل ديال غوايال. وبالنسبه لاغورمات ديالها كتجي حتى هي على هذا الشكل، عريضه من القدام غدا وكترقاق. فوالا كتجي زوينه حتى هي في اللبسه. وبالنسبه للي بوكل ديالو، شوفوا ليا لي بوكل ديالو، راه كيجيو على هذا الشكل هذا.
السدره ديالو على هذا الشكل هذا. دونك بالنسبه لونسومبل كامل ديال غويال ديال 29600 درهم، 29600 درهم الثمن ديالو. وكاين هاد الباغيوغ هذا كيجي على هاد الشكل. دونك شوفوا لي الكوليه ديالو شحال كيجي زوينه البنات، كيجي كامل دي سيركل سيرتي و سامبل سيرتي سامبل، كيبقى غادي على هاد الشكل هذا. فوالا شوفوا لي الخاتم ديالو حتى هو شحال كيجي زوين، ولبسوا ليكم فوالا. لي بوكل ديالو كيجيو على هاد الشكل هابطين، ولا غورميت راه حتى هي نفس الشكل ديال الكولي، غير هي كتجي كامله مسيرتي. فوالا بالنسبه للثمن ديال لونسومبل كامل دار 22000 درهم. دونك 22000 درهم الثمن ديال لونسومبل. دونك كان هذا هو الاخر ديال اللايف ديالنا، راه كيبقى اللايف مسجل، يعني اللي دخل جديد كيبقى مسجل، دخلوا تفرجوا فيه وقت ما بغيتوا. عجبكم اي ارتيكل بغيتوا تعرفوا عليه دي زانفو كثر، ديروا لي غير سكرين، خليوا لنا ميساج في البريفي، راه كنجاوبوا على كاع لي ميساج البنات، واخا ما تكونوش باغيين تشريوا غير تسولوا ما كيحتاج شي مشكل. دونك مرحبا بكم البنات، وتهلاو في راسكم، نشوفكم ان شاء الله في لايف جديد.